الله، ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو بتاعي. الجمعة مباركة عليكم، النهاردة الجمعة، كل سنة وانتم طيبين كده. دي الجمعة اللي بتوافق تالت يوم من ايام شهر ذي الحجة. ربنا يجعلها مباركة علينا وعليكم، اللهم امين. النهاردة كده روتين مع بعض من روتينات تنظيفات العيد. انا كده قمت الصبح، دخلت اوضه الولاد استعدادا بقى من بالليل كده ان انا انضفها. شلت الستاره من على الماسوره وغسلتها. كمان هنا بصوا المنظر ومسحيه. الدنيا طبعا مقلوبه راسا على عقب. طبعا فرش الثلاثه كله هيتغير. معايا هنا الاكياس المخدات، انا عامله لها، كنت لسه منجداها، عامله لها زي كسوه كده بتبقى عليها من البافته برضو، فانا شلتها بالليل وغسلتها عشان تتشمس، ولما اخلص تنظيف كده احطها. وبرضو الترابيع دي برضو انا عامله لها زي كسوه برضو حافظه كده ليها، عشان ايه؟ سهله ان هي تتشال، تتغسل من العرق وتتركب تاني، بدل ما ده طبعا يتبهدل من مطرح العرق او كده. فانا ايه، عامله لها وش كده يحافظ عليها، فهو في الغسيل. وهنشوفه كده واحنا ايه بنلبسها بعد ما نخلص ان شاء الله التنظيف. دلوقتي بقى هنسمي الله كده ونفتح الشباك ونمسح الاول السلك ده ونهوي الفرش عليه. بس هجيب الستاره الاول من بره، هركبها بعد ما ازعف طبعا الحيطان، وهبقى معاكم كده ان شاء الله خطوه بخطوه. ان شاء الله كده يكون الشباك عشان يهوي الاوضه. وجبت الفرشه الجميله دي الطويله دي، هزعف بيها الحيطان، وبعدين همسح السلك وهمسح السرير، وهطلع الفرشه بقى اللاحه المخدات دي كلها واحطها تهوى على الشباك. ومعاكم ان شاء الله خطوه بخطوه. وطبعا اليوم ما بيقتصرش على التنفيذ بس، ده الغسيل، دي كبريتات اللي كان مفروش على السرير، ودي البيضات اللي بقول لكم عليها وهوريها لكم طبعا بعد ما تتغسل واحنا بنفرشها. هشغل الغساله اثناء ما انا بنضف الستاره. انا جبتها من البلكونه، هي اتشمست وبقت زي الفل، عشان اركبها على الشباك، عشان بحب افتح الشباك كده وانا شغاله ما بقاش مكشوفه طبعا، وابقى حاطه الفرشه على الشباك تتهوى. هركبها ونشوفها مع بعض. هنا كده زي ما انتم شايفين الغساله اشتغلت، حطيت فيها المسحوق بتاعي. انا كنت بغسل امبارح للاسف والزرار ده اتكسر، فانا جبت الراجل اللي بيصلح وعملهولي. دي بقى البيضات اللي انا بقولكوا عليها، هحطها في الاول كده عشان تلحق ايه تتغسل وتتشمس كويس جدا، عشان اركبها المخدات تاني عشان متبهدلش. دي كده المخدات اهي زي ما شايفين، انا كنت لسه منجداها فشكلها جديد اهي. التلابيس بتاعها بتحميها جدا جدا، انا منجداها يمكن بقالها بتاع 5 او 6 شهور، بس اهي زي ما انتم شايفين كده. الكيس اللي بتعمل او الكيسه اللي بتعمل بالبافته برضو، اللي هي مقفوله من ناحيه ومفتوحه من الناحيه التانية، دي بتحافظ عليها كويس جدا جدا اهي. ودول التانيين اهم نفس الوضع، المخدات الصغيره اهي والمخدات الكبيره. انا علقت الستاره، هحطهم بقى على الشباك، بس مش هحطهم كده طبعا عشان ما فيش حاجه تقع عليهم ولا يتطربوا. هغطيهم بالملايه دي اللبني دي عليهم عشان ايه ما يتطربوش. هحطهم كده ونقفل الستاره. هحطهم كده اهو على الشباك اهو، مش عارفه تحمي من الشمس ولا لا. وغطيتهم كده بالملايه دي كده عليهم من بره ومن جوه، وهقفل بقى عليهم الستاره ونبدا شغل كده، ونشيل فرش السرير ونسيب الله. انا كده شلت فرش السرير ده، بنتي عامله الملايه دي الوان، دي انا عاملاها كده كحافظه ليها، دي كانت ملايه عندي قديمه فانا عاملاها زي حافظه للمرتبه. اما المرتبه بقى فاهي، دي مراتب فوربيد جميله جدا جدا جدا، بقى لها برده بتاع 5 او 6 سنين كده عندي، تحفه جدا ومش بتهبط اهي. فوربيد جميلة، انا من وقت للتاني يعني المفروض الوش ده بيتقلب على الجنب التاني كل فترة اهي. هنفضها وهغسل طبعا الوش ده، انا عامله زيه برضو للسرير التاني. نشوف مع بعض كده هنعمل، شايفين ده الاولاني اهو، ده التاني. انا حاطه برضو عليه كده الملاية دي، مفصلها برضو ايه كحافظة للمرتبة اهي. بصوا المرتبة تحتيها زي الفل، ما هنالك بس غير انها بتتنفض وبتتقلب الجنب التاني وبتبقى جميله جدا. بس طبعا المرتبه دي اكبر من التانيه،
بس بغسل عشان مش قد بعض. السرير ده 1.20 متر والسرير ده متر، فدي مرتبته صغيرة ودي مرتبته كبيرة، هي زي ما انتوا شايفين كده الفرق. انا نفضتهم ومسحت السراير طبعا، وطبعا مسحت الشباك قبل ما احط عليه اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ بقى نشتغل ايه تحت السراير. المرتبة الكبيرة نقلتها على السرير التاني اهي، حطيتها تهوى في نفس الوقت كده قدام الشباك وانا مولعه المروحه. وتحتيها بقى اللي احب احط تشمس على ما اشيل الحاجه اللي تحت السرير ونكنس كويس ونمسح. انا كده رجعت اللوح في الجنب كده بتاع السرير، وهنقل بقى الحاجه اللي تحت السرير دي عليها بعد ما تمسح، وهكنس وهمسحها. وبعدين مسحت الاسودين بتوع المراتب تمام، نحضر الميه بتاعت التغسيل، ميه نحط عليها الديتول ده وعصر المطهر ريحته جميله جدا بالليمون كده، ويجي له حلوه جدا بنقوله بعد التسيب وبينضف ومش بيغير كده الشكل ده. نروح نشوف هنعمل ايه تحت السرير. ما عنديش كده كبيره ما تحت السرير الحمد لله. وكنست اهو من هنا ومن هنا ومن ورا السرير كله تمام زي الفل. هبتدي بقى اسيق. عايزه اقول لكم ان خطوه الكنس قبل التسييق دي مهمه جدا جدا جدا، بتخلي لك الارض نظيفه وما بتبقاش مظبطه ولا مجيره، بتخليها لك بتلمع كده وبتضوي من النظافه. ده الديتول بالميه، ودي المساحه بتاعتي، دي ايدي ورجلي صراحه في البيت جميله جدا. همسح هنا هرجع لكم واحدة يا حبيبي. زي ما انتم شايفين انا مسحت تحت السرير، شايفين الارض بتلمع ازاي. الديتول ده تحفه جدا جدا، ريحه ونظافه 5 دقايق بالكتير يعني 10 دقايق يعني يوم ما اتكتر، والارض هتنشف. ونرص الحاجه ونعمل الجنب التاني مع بعض. انا طبعا شايله الشيله دي وعامله العامله دي عشان كمان عندي شنطه فيها الكتب بتاعه الترم الاول بتاعه اولادي، عايزه اشيلها عامله زحمه بره في الاوضه. وشنطه تانية برضو فيها بعض الكتب كده وبعض الكراسات اللي فيها ورق فاضي بنراجع فيها ساعات اثناء العام الدراسي، فهشيلها دلوقتي تحت السرير ملهاش اي لازمه. والدنيا واسعه اهي تحت السرير مفيش حاجات ياما، فانا هحطهم وانزل المرتبه مكانها واسوي الدنيا وارجع لكم تاني. هنا كده انا الارض نشفت عندي تحت السرير ورصيت الحاجات اللي انا بحطها. زي ما انتم شايفين ما عنديش حاجات ياما وكراكيب ياما تحت السرير. دي حاجات كده بتاعه علبه الفلتر والكيبورد قديمه، وعلبه بتاعه الحاجات بتاعه الكمبيوتر، وساعه انا عاملاها جنى في المدرسه. دي كده الشنطه اللي فيها كتب بناخد منها صور كده للانشطه، وكراسات بتبقى فيها صفحات كده بنراجع فيها. ودي الكتب الخارجيه بتاعه الترم الاول محتفظه بيها، طبعا مش عارفين هيحصل ايه في الترم الثاني الله المستعان. دي الشنطه دي فيها هدوم شتوي بتاعه الاولاد، لان الدولاب طبعا وتحت السرير هناك في اوضتي ما بقاش مستوعب. العيال بسم الله ما شاء الله كل ما بيكبروا الهدوم والمستلزمات بتاعتهم بتزيد، وانا ما عنديش دولاب لسه في اوضه الاطفال. ان شاء الله ربنا المستعان كده نجيب دولاب يخف شويه علينا. وهرجع بقى كل حاجه مكانها. شايفين كده احنا بنرص اللواح، زوز هو واقف بيساعدني بيرصهم، حبيب ماما بيساعد ماما عشان انا بغسل ونفض الاتنين مع بعض. تاني شلنا المرتبة برضو نقلناها هنا، حطيناها كده تهوى. وده اللحاف برضو اللي محطوط تحتيها هاخده احطه في البلكونه يتشمس. وهشيل كده اختصارا الوقت، لمينا الالواح وشلنا الحاجه اللي تحت السرير. يعني جانا حاجات كتيره شويه، منها حاجات البسين اللي فيها الكوره دي كنا بنروحه زمان بقى البسين. ودي القطه الكبيره دي اللي جابتنا وانا، ودي كانت عندي من زمان بس مش بستعملها دلوقتي. وشويه حاجات كده بسيطه وكنس تحت السرير وفي الجوانب كده. هسيق بقى كويس وارجع لكم. صلاه الجمعه انا ولعت البخور ده والصاله شغاله، بس انا مغطيه طبعا التلفزيون. نشرته واللحاف بتاع السرير اللي انا بعمله. حبايبي انا خلصت تحت السرير ونشف الحمد لله، ورصيت الحاجات اللي كانت تحتيه. هنحط اللوح بقى ونحط بقيه الحاجه ونشوفه كده ان شاء الله. كده حبايبي اكياس المخدات اهي اللي هي البيضات غسلت ونشفت بقت زي الفل اللي شايفين منوره ازاي.
وكمان الكفرات اللي انا عاملاها للمراتب اهي، او الملايات اللي انا مفصلها عاملاها زي كفرات كده حافظه للمراتب اهي، دي نشفت ودي نشفت، ودي اطقم السرير، هفرش السرير كده واوريها لكم بقى ايه. انا فرشت الكفر اللي انا عاملاه للمرتبه اهو زي ما انتم شايفين، هو اللبني ده. كمان هنا انا لبست الاكياس اللي انا مفصلاها الحافظه برضو للمخدات ده، بص مش متلبس اهو، ده اللي انا لبسته، وده برضو الخدادية دي بقى اللي هي مش متلبسة، دي خدادية اللي هي مش متلبسة، ودي اللي متلبسة لسه هلبسها، وبرضو هجهز السرير التاني ونشوفهم كده بعد الفرش شكلهم هيبقى عامل ازاي. ده كده الشكل النهائي للسريرين بعد ما اتفرشوا. انا شلت المفرش اللي كان في النص وحطيت لهم مشاية صغيرة، دي تيجي تروق كده وهوا التانية كاتمة الدنيا قوي هنا كده وعاملة زحمة، بتنفع في الشتاء كتير لان هي تقيلة. انا بفرشها بدل السجادة، بدل السجادة دي اهو. بالنسبة بقى الاكياس بتاعت الترابيع او الخداديات، انا شارية الطقمين دول تفصيل، دي واحدة كانت بتفصلهم، هما جمال جدا شكلهم حلو. اما بالنسبة لتفصيل الخدادية فهو ايه سيء للغاية، انا عندي الترابيع بتاعتي كبيرة حتى قبل ما انجدها يعني، فالتربيع بتاعته اللي هي مفصلاها دي صغيرة جدا جدا، بصوا كده ده كده ظهر التربيع اللي هي مفصلاها اهو زي ما انتم شايفين. فانا كان عندي طقم سرير كنت متجوزه بيه يعني زمان، والملايات بتاعته يعني مستعملهاش غير استعمالات غير فرش السرير طبعا كطقم كامل على بعضه، فانا بقيت ايه قلت ايه اجيب الترابيع بتاعته جديده وتمشي طبعا مع الطقم اللي هو بتاع السرير اللي احنا فرشينه ده اهو. شايفين هو فيه لون كده مقارب ليه، القلوب دي كده مقاربه شويه لكيس المخده اهو او للتربيعه اهو زي ما انتم شايفين، وطبعا حجمه كبير غير المخده او التربيعه بتاعت الطقم. هنا انا فرشته بصوا شايفين شكله حلو، فانا هفرشه طبعا مع التاني واوريه لكم عشان ايه الالوان تبقى واضحه وظاهره اهو. شايفين لايقين جدا 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 مع الطقم بتاع السرير، اللون بتاع التربيع لايق مع القلب ده اللي لونه بلو كده او سماوي جميل اهو زي ما انتم شايفين. ده السرير التاني منظره كده من بعيد رائع كده وجميل، وريحه النظافه حلوه. فاضل لي بقى ايه اخر حاجه المعطر فريد، عايزه اقول لكم تحفه جدا جدا اسمه بهجه، فانا هرشه كده في الاوضه عشان ايه نحس ايه ان احنا نضفنا بجد. المنظر الجميل ده، وده كان روتيني. يلا تشجعي اللي وراه حاجه يقوم يعملها حتى لو قسمتي يعني. انا عندي الاوضه بتاعت الاولاد دي انا عملت الجزء بس بتاع السرير لان انا كنت بغسل، ولسه طبعا هنشوف الغدا والكلام والحوارات دي كلها، فانا قسمت عملت الجزء ده وارتحت منه، والنتيجه هايله ومريحه جدا للنفسيه ورائعه. يا رب تكونوا استفدتوا مني ولو بحاجه بسيطه، وكونوا اتنشطتوا كده ويكون عجبكم روتيني النهارده، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Pam 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 p